أنا أبو الشهيد عماد الدين طه المقطري، ونسكن في هذه البيت. والبيوت هذه حقنا تقريبا، في الأرض هذه حقنا ملك، ونحن البيوت حقنا شعبي كما ترونهم. يعني قد أحيانا هم يجي مطر زائد على اللزوم فيخلي فوقنا شوية، ولكن اليوم الثاني لأنه قدر الحال نوسح، مثل ما قال المثل، على قدر في لا شك وسح. والأولاد برضو ضحينات هذاك استشهد، والأولاد برضو مكانهم بالمقاومة، فائز طه هائل وعلاء الدين طه هائل، برضو كلهم ساكنين هذا في البيت هذي، وهذاك الشهيد بالبيت هذي، وهذاك بالبيت العليا، وأنا في البيت هذي. بالنسبة للشهيد في حياته كان معي أنا، بالنسبة لي أولا كصديق كأخ وكرفيق عمل، لأنه قد كان يشتغل بالميساطة هذه كامل التعليم، وكان يشتغل كذا كشبه مقاول يعني، وعندنا خشب حنب علينا حنب بعد العماير والكرتوه، فكان معناته أنه يصرف على الأسرة بالمعنى التمام، ويندي لأمه لحيث وإن هي مريض سكر وضغط وكوليسترول، تقبل كثير من المصاريف الشهرية يعني، خاصة أقل شيء بالشهر 30,000 ريال الدواء المستديم يعني. وعندما يستشهد قرأ أمر الله علو، حمدنا الله وشكرنا، ما نغير من أمر الواقع شيء يعني، ولكن هزتنا المواقف قليل، بحيث أمه كانت تبكي علو، والأولاد برضو اهتزوا علو قليل لأنه أثر عليهم قليل، يا أبا يا بابا. المهم نحمد الله ونشكره، وحد الآن العيشة يعني بعده نحمد الله ونشكره، فما كانش يعني من المقدار الأول الذي كان نحسه يعني فيه، إنما واحد يستقبل أمر الله بالوفاء والتمام، ونحن إن شاء الله ربي يقدرنا على أن نقوم بواجبنا أمام الأطفال حقه، هذا الأطفال حقه لهن لجنبي، وهو مؤيد طه، مؤيد عماد الدين طه، ومهند عماد الدين طه، فالأكبر هذا مهند، هذا الذي كان في واقعة المرحوم. وجود عماد زوجي الشهيد الله يرحمه، كان الحياة غير كذا يعني، كنا مرتاحين يعني، ما هش علي مسؤولية، ما هي مش مسؤولية، معليش ما مسؤولية أطفال، ما قد تحملت مسؤولية كذا، بس يعني مكانه بوجوده يعني غير، هو بغيابه غير يعني، كانت البيت ونسى والحمد لله. وذلحين يعني إيش نعمل، بس بعيالي يعني أتونس أكثر يعني، أصبر. اللي خلى عماد يحمل السلاح يعني هم الحوثيين يعني، إيش اللي جابهم بلادنا يعني، جاءوا بلادنا إحنا بالغلط، إحنا يعني من حقنا إحنا إنه عيالنا وزواجنا وأخواننا يعني، لازم إنهم يدافعوا عن أرضهم وعرضهم ودينهم. والله زي ما تقول، شوف كيف الدنيا، كنا من أول يعني أول ما نحصل شغل ولا شيء كل شوية نصلح شيء يعني قليل قليل، الآن يعني خلاص واحد يلا لحصل شيء بياكله ما عاد يصلح، الأوضاع يعني تأزم، المدارس كمان يعاق لنا العيال حقاً، إحنا توقفوا السنة الأولى بسبب الحرب، وهذه السنة يعني مش ولا بد الدراسة لهم يعني. ابني هذا كان بحياة أبوه غير يعني، يدرس مرتاح كذا تصرفاته عادي، بس الآن حتى لو أعطيت تقول له يعني الدراسة وكذا ولازم تطلع بطل ولا شيء، يقول لك خلاص أنا ما عاد فيش معايا أب، ايش عاد عشان يكون بطل على ايش، وهذا ما فيش معايا اب. يسالوني دائما عن ابوهم، وبالخاصه هذا الصغير دائما يسال عن ابوه، لانه كان من قبل ابوه يعني رغبه فيه بالحمام والطيور هذا بشكل عام، بس الان هذا وصل يدور الحمام يدور ابوه دائما يعني. شتولي المسؤوليه ثنتين، كنت يعني مسؤوليه ام وحده، الآن أب وأم لازم يكون كذا. إيش أقول؟ أقول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. بالأخير مع كلنا إحنا بنروح من الدنيا هذه، هذه الدنيا بس متاعا قليلة يعني، أصبر نفسي بكذا كلام يا
يعني اقول حتى لو صحت او كلمت او زعبقت ما شاء ما عادش يرجع ليش زوجي، لانه اللي يموت ما يرجعش، ان نحن نلحقه تتعدد الاسباب والموت واحد، وهذا السبب بسبب الحوثي. بس الحمد لله انني فرحت له صراحه شهيد، ما حد ينال الشهاده كذا بسهوله، يعني اقول الله يرحمه.